بدايتي الحمد لله كنت أنا توظفت وأنا في سن صغير وحصل على 5 ابتدائي وكافحت لين تقاعدت والحمد لله. بس للآن أني أبذل على أني مريت بصعوبات وأني مريضة فيني القرب والكلى والقلب مسوي عملية، بس أني أكافح والحمد لله واشتغلت في مجال التطوع وحصلت على شهادات شكر من دول الخليج. نصيحتي لعيال الشعب شعبي ودول الخليج أن إذا مسكوا ولا يقولون أن تخرجنا ما لقينا لنا شغل يدورون لهم شغل بيلقونه، ترى الأرض فيها ذهب يرفعونه يدورون لهم أي مهنة تدر عليهم بالذهب، مو بعيب الشغل. والواحد اللي متقاعد لا يقول خلاص تقاعدت، لا يروح يدور مع شغله شغل وأبدًا بربي بيرزقه، يقول اسعي يا عبدي وأنا معك. هو موضوع التقاعد، قرار أنه تتقاعد هذه قرار يعني مفصلي في حياتك، ولكن كان هناك إغراء من الشركة على أساس أنه يعني بعد ما وصلت السن هذا أنك تترك، فكان في إغراء مالي يعني صراحة شفت أنه مناسب لي جدًا، رغم أني بفقد يعني كثير من الأحبة وهذا، ولكني يعني قررت والحمد لله على كل حال. يعني هذا أمر مكتوب لك، يعني رضا الوالدين هو الطريق الصح لأي عمل تقوم فيه في حياتك، فأنت لابد أن يكون رضا والدينك هو الأول، بعدها أنا متأكد أنه ربي بيرضى عليك وبراح يوفقك في أمور كثيرة في حياتك، فهذا أهم شيء أنا بالنسبة لي.